يعتبر تلقي البلاغ نقطة البداية في التعامل مع الحادث ومباشرته من قبل الإدارات الأمنية المعنية، ولذلك فإن هذه المرحلة تكتسب أهميتها من كونها أساس العمل الأمني الذي يأتي تباعا لمعالجة الحادث والتعامل معه بموجب الإجراءات القانونية المقررة. السريعة لأي حادث أو طلب مساعدة وإنجاز المهمة بأعلى درجات الكفاءة والاستعداد والجاهزية قواعد حاكمة في العمل الأمني تزيد من قدرة الشرطة على التعامل الفعال مع مختلف البلاغات، ويتكامل مع هذه القدرات مستوى التنسيق والعمل الميداني المشترك وتحديث الأجهزة والمعدات والأنظمة. عندنا في غرفة العمليات الرئيسية الأنظمة الموجودة وكادر العمل الموجود مجهز تجهيز كامل على كيفية التعامل مع جميع البلاغات وكيفية تلبية النداءات على وجه السرعة. بالنسبة عن الأنظمة الموجودة والحديثة المعمول بها في غرفة العمليات الرئيسية، الأنظمة جدا متطورة مواكبة للتطور الموجود في الدول المتقدمة. مثال على ذلك عندنا النظام الجغرافي الأمني اللي من خلاله نقدر يتم تحديد في موقع البلاغ عن طريق الخرائط الإلكترونية، والتحديد يكون تلقائي عن طريق إدخال العنوان. أما بالنسبة عن الكادر العمل الموجود، فكادر العمل الموجود تم تدريبه وتأهيله بشكل فعال على كيفية التعامل باحترافية مع جميع البلاغات والمبلغين. أما بالنسبة عن التعامل مع البلاغات، عندنا شعبة دوريات النجدة تم تأهيل أفراد دوريات على كيفية التعامل مع البلاغات كونهم مستجيب أول لمعظم البلاغات. في غرفة العمليات الرئيسية 999 هناك آلية متطورة للتعامل مع البلاغ منذ تلقيه وتقصي تفاصيله ومن ثم نقله للجهة المعنية ومتابعة الإجراءات التنفيذية، وهي مراحل تتم في غضون دقائق قليلة. إن إدارة العمليات على استعداد تام لاستقبال كافة البلاغات خلال هاي الشهر الفضيل، سواء في غرفة العمليات الرئيسية أو في دوريات النجدة. بالنسبة حق غرفة العمليات الرئيسية، الغرفة جاهزة ومستعدين لاستقبال كافة البلاغات الواردة عن طريق مركز تلقي البلاغات 399 من المواطنين أو المقيمين أو عن طريق الإدارات الأمنية. دوريات النجدة وضعنا خطة مدروسة لتغطية كافة الشوارع والمناطق الحيوية خلال فترة الفطور وفترة السحور، فترة صلاة التراويح وصلاة القيام، حيث أن في حال تلقي البلاغات راح تكون هناك سرعة قياسية لوصول الدورية لموقع الحدث أو البلاغ. تعد غرفة العمليات الرئيسية مركزاً رئيسياً في المنظومة الأمنية باعتبارها المحطة الأولى في تلقي البلاغ والتعامل معه، وقد شهدت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير وتحديث غرفة العمليات مما انعكس على كفاءتها ومعدل الجاهزية والاستعداد، بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة وإنجاز العمل الأمني بالشكل المطلوب والسرعة الممكنة.